من السنة أن يكون المؤذن متطهرا. طيب، لو أذن وهو محدث فهذا فيه تفصيل. أولا، من السنة أن يؤذن متطهرا، لأن أبا هريرة كان لا يؤذن إلا وهو متوضئ، أما إذا أذن محدثا حدثا أصغر فالإجماع منعقد على صحة أذانه، لكن اختلفوا هل يباح أم يكره خلاف. والصواب جواز أذان المحدث. لماذا؟ لأن الأذان ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل، يعني على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن كان محدثا حدثا أكبر فمحل خلاف من أهل العلم من كره ذلك كراهة شديدة، ومن أهل العلم من أبطله، أبطل أذان المحدث الذي عليه جنابة، يعني عليه ما يوجب الغسل، ومن أهل العلم من جوز أذانه وكره إقامته، قالوا لأن الإقامة تكون للصلاة فكيف يقيمه وجنب للصلاة، لذلك قالوا بأنه يكره أن يقيم الجنب كراهة شديدة، ويشددون في هذا، وهذا هو الصواب، يكره للجنب أن يقيم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى يعني أن يذهب فيغتسل، والصواب صحة أذان الجنب لأنه ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، كان يذكر الله على كل أحيانه. وأما أذانه في المسجد فهذا ليس لبثا، لا يسمى لبث، لما يؤذن في المسجد ما يسمى بأنه لبث في المسجد، لذلك يصح. أما الإقامة فيشدد فيها، الإقامة يشدد فيها.